عملت مقلب في العجل عنتر ان انا هحميه في السقعة. عنتر، تعرف ان احنا داخلين على شتاء والجو ساقعة. انا بقى بص بقى هعمل فيك ايه بقى. لا 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 لا، انت هتعمل ايه مجنون؟ يخرب بيتك، الجو ساقع وانا مش لابس هدوم. لا، هحميك وهنضفك عشان تعرف معنى النظافة ايه. ايه يا عم، انت كان حد قالك عليا ان انا مزيت ولا ريحتي معفنة؟ ما انا نضيف قدامك اهو. بقولك ايه ياما، يلا بينا من هنا ياما، ده شكله كده هيحمى عنتر ولو اصطادنا هينضفنا. يا نهار، مش فايت لو يحميني انا كمان، ده يبقى يومه مش فايت. هتستحمى يا عنتر، هتستحمى، والناس دي كلها عايزاك تستحمى عشان انت ريحتك اصلا معفنة وطلعت في الفيديو اصلا. يا عم ده انا ريحته نظيفة، ده انا بحط كلونيا كل يوم جمعة يا عم. جاهز يا عنتر؟ ثلاثة. اجري ياما، ده بيعد ياما، اجري، ده بيعد لعد التنازل ياما. اتنين. لا لا والنبي، لا والنبي، ما مترشوش مية والنبي، عشان خاطر، عشان خاطر، عشان خاطري. واحد. عليه العوض ومن العوض عليه. يبقى المية. على فكرة الخرطوم فاضي اصلا ومش متوصل، انت عجل جبان. وقعت قلبي في بلعة نجارة، الله يخرب بيتك. ما تقول كده من بدري يا عم، ده انا كنت هموت. ايمن هيبيع العجل عنتر ب25,000 جنيه. جهز نفسك يا عنتر، النهاردة انت هتتباع، في واحد تقيل قوي في السوق جاي النهاردة عشان يشتريك، هيشتريك ب25,000 جنيه. يا ايمن، عايز تبيعني بعد العمر ده كلته؟ ده انا عشيرتك اكتر ما عشيرت ابويا وامي، بلاش ده كلته، ده احنا واكلين مع بعض عيش ورد يا جدع، ما تمرش فيك كل ده وعايز تبيعني، عايز تبيعني. ايوه انا هبيعك ب25,000 جنيه. وايه يعني 25,000 جنيه؟ ده الواحد يبيعهم ويروح يشتري عربية ولا يشتري توك توك ويطلع يشتغل بيه على الخط. لكن انت لازمتك ايه؟ مالكش لازمة. بقى بذمتك برضه دلوقتي بقيت انا ماليش لازمة، بتبيعني يا جدع؟ يا جدع افتكر اي حاجة حلوة بينا يا جدع، كنا بنلعب كورة مع بعض ونطلع نرقص مع بعض وهيسك بيسك وكنا خاربين الدنيا مع بعض. هبيعك يعني هبيعك، من الاخر كده انت اخرك معايا النهاردة. يا ايمن لا يا ايمن، خليني جنبك ان شاء الله اكون خدامك يا جدع، بس ما تسيبنيش، خليني جنبك، انا نفسي اكون معاك. طب اديني فرصة اخيرة، اديني فرصة اخيرة يا ايمن. خلاص انا هاخد رأي الناس، لو الناس قالت لي ان انا بيعك هبيعك، الناس قالت اخليك ومش هبيعك يبقى مش هبيعك. انتوا عايزين ايمن يبيعني ولا لا؟ انقذوني. طب انتوا رأيكم، ابيعه ولا مش هبيعه؟ بيعه يا ايمن بيعه، ده عجلي ملوش اي 30 لازمة. ياما وردة اللي عايزة تنضرب باللي في رجلي. العجل عنتر وعيد وام وردة هيموتوا من الجوع. عايزة اكل، هاتولي طفح، هموت من الجوع. انا عايز اكل يا جدعان، يا جدعان جعان مكلتش، عايز اكل، هاتولي اكل. فين الاكل يا ظلمة؟ هموت، هموت يا ظلمة، عايز اكل. فين الاكل؟ فين الاكل يا ظلمة؟ هموت من كتر غل الاكل. حد يلحقنا يا جدعان، حد يلحقنا بشندوتشين حتى ولا حكاية، احنا هنموت من الجوع هنا يا جدعان. الله 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 الله، الاكل يا جدعان، اخيرا اكل. فينك يا جدع انت من زمان؟ انت جاي من انهي حته؟ انت جاي منين يا عم؟ نفسي ابوسك حته حته عشان انت جبت لنا اكل. ايه ده، ايه ده، سافون، سافون بيتاكل؟ لا 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 لا، انا مش مصدقه وداني. لا جزاك الله كل خير. تعالالي تعالالي، انا عايز اكل يا جدع، بقالي اسبوعين ما شفتش الاكل ده شكله ايه. فينك من زمان يا جدع؟ الله يبارك لك، الله يبارك لك يا جدع، روح ربنا يبارك لك في صحتك. اما ايه رايك في الاكل ده ياما؟ ملوش حق. ايه يا ايه يا ايمن يا عم، ده غير يا عم، مش كده، ده غير. هتاكلني؟ وكلني. طيب وكلني، ده انا هموت من يا جدع، ده انا من غيرك كنت هتصلح، هتشوح، هت 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 يلا.